تمكنت قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني من القضاء على فردين تكفيريين وتدمير 6 دراجات نارية وعدد من الأوكار تحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة في وسط سيناء، هذا فضلا عن ضبط عربة ربع نقل على أحد المعابر محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة. وتواصل قوات الجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية في وسط سيناء.